صباح الخير مشاهدينا، وأهلا بكم إلى النشرة الصباحية التي نقدم لكم فيها أهم الأخبار السياسية، ونستعرض أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي. نبدأ مع العناوين. تضارب أنباء حول اجتماع القوى الكبرى مع طهران على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، فرنسا تؤكد والاتحاد الأوروبي ينفي. ميقاتي يقر بالصعوبة المترتبة على التعاون مع صندوق النقد الدولي، واللبنانيون يشككون بقدرة حكومته على الإصلاح. أما عناويننا التي رصدناها من خلال تفاعلاتكم على وسائل التواصل الاجتماعي دائما مع زميلتي مي المهندس. مي، صباح الخير. صباح الخير ضحى، وصباح الخير لجميع مشاهدي الحدث أينما كانوا. موضوعات جديدة ستكون بصحبتنا اليوم شغلت منصات التواصل الاجتماعي، نتعرف عليها من خلال العناوين. نعم. في ذكرى احتلال صنعاء من قبل الحوثي، اليمنيون يستذكرون جريمة إعدام المدنيين على يد الميليشيا. مطالبات في مصر لتحويل الإنترنت إلى نظام غير محدود وتحسين الخدمة وقدرة الاستيعاب. قبل الدخول مشاهدينا في تفاصيل هذه النشرة الصباحية، نتوقف مع موجز لأهم الأنباء. قال وزير خارجية فرنسا جون إيف لودريان إن بلاده ستستضيف مؤتمرا دوليا حول ليبيا في 12 نوفمبر المقبل، بهدف ضمان تنفيذ جدول الانتخابات وبحث رحيل المقاتلين الأجانب والمرتزقة عن ليبيا. طلب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا من البرلمان تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر لمدة عام على الأقل، معتبرا أن الانتخابات في الوقت الراهن لا تولد الاستقرار في ليبيا، كما تذرع مجلس الدولة بغياب التوافق على القانون الانتخابي. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن التدابير الاستثنائية التي اتخذها قبل نحو شهرين ستستمر لحين الوصول إلى دستور جديد، وأنه سيقدم قانونا جديدا للانتخابات، كما أشار في مقابلة تلفزيونية بأنه سيعين رئيسا جديدا للوزراء. لقي قياديان من تنظيم القاعدة مصرعهما إثر غارة بواسطة طائرة مسيرة شنها التحالف الدولي لمحاربة داعش بقيادة واشنطن في إدلب، وذلك بحسب ما أكده المرصد السوري لحقوق الإنسان، حيث استهدفت الضربات سيارة على الطريق المؤدي من إدلب إلى بنش. ورغم أن المتحدث باسم البنتاغون أعلن شن غارة على إدلب ومقتل قيادي بالقاعدة خلالها، إلا أن التحالف نفى تنفيذ أي ضربة في المحافظة الواقعة شمال غرب سوريا. كشفت وزارة الصحة اليمنية عن مشروع لبناء 14 مصنع للأكسجين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها تتجاوز تكلفة 4 ملايين دولار، وأكد وزير الصحة أنه في حال تشغيل المشروع بالكامل سيوفر 80% من حاجة الأكسجين في تلك المحافظات. نبدأ النشرة الصباحية من الملف النووي الإيراني، حيث أعلنت منذ لحظات الخارجية البريطانية عن اتفاقية مع واشنطن على ضرورة عودة إيران لمفاوضات فيينا. يأتي ذلك عقب إعلام مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن وزراء خارجية بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا لن يعقدوا اجتماعا مع إيران.
كان وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان قال إن الوقت ينفد أمام إبرام اتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني، مطالبا طهران بتعيين ممثلين للمحادثات النووية مع القوى العالمية في أقرب وقت. لودريان قال إن القوى العالمية وإيران ستجتمع على هامش الاجتماع السنوي لزعماء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، وأضاف أن الاجتماع الذي سيضم كل الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني باستثناء الولايات المتحدة التي انسحبت منه يهدف إلى بناء قوة دفع إيجابية لاستئناف المفاوضات بعد توقفها في يونيو حزيران. أعمال المؤتمر الدولي للطاقة الذرية من فيينا مع مفادة الحدث راغدة بهنام. أعمال المؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تستكمل اليوم، وفي اليوم الثاني سنستمع إلى مجموعة جديدة من الكلمات يلقيها مندوبو الدول. على الأرجح ستكون إيران حاضرة في عدد كبير منها كما كان الحال في اليوم الأول، حيث صدرت دعوات عن معظم المتحدثين لإيران بالعودة إلى التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبشفافية كبيرة. أمين عام الوكالة الذرية الإيرانية محمد إسلامي متواجد هنا في فيينا ليس فقط للقاء ثنائي مع أمين عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، ولكن أيضا لعقد لقاءات ثنائية أخرى كان أبرزها يوم أمس اللقاء الذي انعقد مع الوفد الروسي الذي بدأ موقفه يقترب أكثر من الموقف الأوروبي الداعي للعودة للمفاوضات النووية مع إيران وإكمالها من حيث انتهت وليس العودة من البداية. من لندن ينضم إلينا الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن. صباح الخير وأهلا بك معنا في النشرة الصباحية. كان هناك تصريح من قبل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بروييل يتحدث أن وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا لن يعقدوا اجتماعا مع إيران على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولكن قبل قليل كان هناك خبر عاجل يتحدث عن أن وزير خارجية بريطانيا اتفق مع واشنطن على عودة مفاوضات الملف النووي في فيينا. كيف نقرأ هذه التصريحات؟ هل سيكون هناك تصريحات مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بروييل تعكس بأنه صحيح أن مسار الدبلوماسية مفتوحا ولكن ليس إلى الأبد، أم في أي سياق يمكن أن نقرأه خاصة بعد هذه التصريحات الجديدة من وزير خارجية بريطانيا؟ صباح الخير لك ضحى ولمشاهديك الكرام. أولا، هذه التصريحات المتناقضة لدى الدول الأوروبية هذا يدل بأنه هنالك لا يوجد اتفاق كما ينبغي ما بينهم، وخاصة بعد موضوع أمريكا أو الاختلافات التي نشبت ما بين أمريكا وفرنسا، وهذه التناقضات في نهاية المطاف تصب لصالح إيران لتستغل هذه الخلافات. زيارة أو لقاء وزيرة الخارجية البريطانية ليز الأمير عبد اللهيان لا شك أحد جوانبه هو موضوع نازنين زاقري التي سجنت في إيران لفترات طويلة، ويناشد من خلالها الجانب الإيراني بالإفراج عن الناشطة والصحفية نازنين زاقري. الأمر الثاني أيضا موضوع الملف النووي بالنسبة لبريطانيا مهم جدا، ولهذا التريكة الأوروبية ضمن الدول الموقعة على الاتفاق، لذلك تحاول حذ إيران. طيب، ولكن بعد توقف دام لأشهر ومراوغة من قبل طهران حتى قرأت تحركات إيران بأنها للتمويه فقط حتى تزيد بالنسبة تخصيب اليورانيوم في وقت تتوقف فيه المفاوضات أو تكتمل فيه المفاوضات أو يكون هناك جدل على المفاوضات، هل سنرى عودة لمفاوضات فيينا النووية قريبا؟ لا أعتقد أنه قريبا إيران ستعود إلى المفاوضات النووية، والدليل أنه حتى الآن إدارة إبراهيم رئيسي لم تعين الفريق التفاوضي مع الوكالة الدولية بشكل كامل، هنالك بعض الشخصيات
الأمر الآخر أنه حتى الآن لم يعين بأنه هل الوزارة الخارجية الإيرانية من تتبنى موضوع نعم الملف النووي الإيراني أم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. والمرجح هو أن يكون بيد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. الأمر الآخر أنه الخلافات التي حصلت في أوروبا والتناقضات الموجودة، إيران تحاول استغلالها بشكل معي إذا جيد. سمحت، أريد أن أشير إلى هذا الخبر العاجل. إذا مشاهدينا، نشير إلى هذا الخبر العاجل. التلفزيون الرسمي السوداني يتحدث عن أن الجيش يدعو الشعب للتصدي للمحاولة الانقلابية الفاشلة. إذا ننتقل إلى هذا الخبر العاجل مشاهدينا الآتي من السودان. الجيش يدعو الشعب للتصدي للمحاولة الانقلابية الفاشلة. سنوافيكم بالأخبار أولا بأول حول هذه التصريحات أو هذا الخبر العاجل الذي يتحدث عن محاولة انقلاب يصفها الجيش بالفاشلة تحدث في السودان. إذن هذه التحركات، هذا التصريح، أيضا معلومات تتحدث عن انتشار كثيف للجيش في شوارع العاصمة الخرطوم. إذن نبقى في متابعة لحظة بلحظة لكل ما يحدث من أخبار عاجلة في السودان. الانتشار العسكري كثيف أمام المؤسسات والقيادة العامة أيضا بالتحديد. إذن نتحدث هنا، هذه المعلومات نقلا عن مصدر عسكري في السودان، تحركات لدبابات قرب جسر أم درمان وتم السيطرة عليها. إذا نبقى في متابعة، نبقي عينا على هذه الأخبار العاجلة الآتية من السودان والتي تتحدث عن محاولة انقلاب كما يصفها الجيش السوداني فاشلة تحدث في السودان مع هذا الانتشار الكثيف للجيش في المناطق المهمة في السودان. أعود إلى ضيفي وجدان عبد الرحمن حول الملف النووي، وإذا ما كانت المفاوضات ستعود. المفاوضات لا شك، وخاصة بعد التقرير الأمريكي الذي صدر للكونغرس الأمريكي بأن العقوبات الاقتصادية أضرت بإيران بشكل كبير، لا شك أن إيران بحاجة إلى العودة إلى الاتفاقية النووية من أجل الحصول على الأموال، وفي نفس الوقت أن إيران تريد الحفاظ بالمكاسب التي حصلت عليها خلال الفترة الماضية. وأعتقد أن الحرس الثوري الإيراني المتنفذ بشكل كبير بإيران هو حريص جدا على أن تبقى هذه الكمية من اليورانيوم المخصب بدرجات عالية، لأن إيران بالفعل لديها نوايا عسكرية من خلال هذا التخصيب. لذلك إيران أعتقد أنها ستماطل بشكل كبير. الأمر الآخر، ولا ننسى بأنه الإدارة الأمريكية الجديدة، إدارة بايدن، بصراحة أعذرني على المقاطعة أستاذ وجدان عبد الرحمن، ولكن لأننا نتابع لحظة بلحظة هذه الأخبار العاجلة الآتية من السودان. هذه صور إذن لشكل وانتشار الدبابات والجيش في الطرق. كنا تحدثنا عن أنه هناك مصدر عسكري تحدث عن محاولة انقلاب وصفت بالفاشلة في السودان. هذه الصور لانتشار الدبابات في شارع الخرطوم. وهناك معلومات عن اعتقال 4 شخصيات من كبار الضباط في الخرطوم أيضا. إذن هذه صور لانتشار الدبابات في شوارع الخرطوم. كان هناك دبابات تتحرك من أمام السلاح الطبي وتغلق الطريق نحو كوبري أم درمان القديم بالقرب من البرلمان، مع انتشار كثيف للقوات العسكرية في المنطقة. إذا نبقى مع هذه الصور المباشرة أو الصور التي كنا ننقلها حول هذه التحركات لتحركات لدبابات وانتشار كثيف للجيش في العاصمة الخرطوم بعد معلومات كانت أشارت إلى محاولة انقلاب وصفها الجيش بالفاشلة. أيضا هناك معلومات تتحدث عن اعتقال 4 من كبار الضباط في السودان. والآن الناطق باسم مجلس السيادة يناشد السودانيين
بأن يحبوا للدفاع عن بلادهم وحماية الانتقال السياسي. إذن مشاهدينا، كما أفادت معلوماتنا وأيضا كما أفاد مراسل الحدث نقلا عن التلفزيون الرسمي السوداني، أن الجيش دعا الشعب للتصدي لمحاولة انقلابية فاشلة. يحكى عن اعتقال 4 من الضباط في الجيش السوداني. أيضا الناطق باسم مجلس السيادة يناشد السودانيين أن يحبوا للدفاع عن بلادهم وحماية الانتقال. إذن كانت هذه كلمات ننقلها عن الناطق باسم مجلس السيادة، يقول فيها حبوا للدفاع عن بلادكم وحماية الانتقال. إذا ننتقل مباشرة وعبر الهاتف لمراسل الحدث أحمد عثمان. أحمد، صباح الخير. إذا ما الذي يحدث في السودان؟ نعم، أهلا بك. يبدو حقيقة أن هنالك إحباط بحسب ما ورد في الإذاعة السودانية وأيضا في التلفزيون الرسمي السوداني وأيضا ما نشره الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، عن أن هنالك محاولة انقلاب فاشلة هنا في الخرطوم. يتم الآن إغلاق لعدد من الجسور، جسر النيل الأبيض في الخرطوم، هذا الجسر الرابط بين مدينة الخرطوم وأيضا مدينة أم درمان، يتم الآن إغلاق هذا الجسر، هذه حسب المعلومات التي وردت إلينا. نعم محمد، أيضا كان هناك معلومات تتحدث عن اعتقال 4 من كبار الضباط في الخرطوم، هل لدينا حتى اللحظة أي معلومات حول من هم هؤلاء الضباط؟ محسوبون على أي من التيارات؟ نعم، لم تتكشف كل المعلومات، يعني تعلمين أن هذه المعلومات ربما تكون في غاية السرية حتى الآن، لم يتم الكشف عن هذه المعلومات حتى الآن. ما نعلمه حتى الآن هو إغلاق لكل للجسور التي تربط مدينة أم درمان مع مدينة الخرطوم. تعلمين أن مدينة أم درمان بها البرلمان، بها مبنى الإذاعة والتلفزيون، وبالتالي تم إغلاق هذا الجسر الرابط، وتم انتشار عدد كبير من قوات الجيش وتحرك الدبابات من أمام مبنى السلاح الطبي بمدينة أم درمان. هذا السلاح الذي هو على مشارف مدينة أم درمان، تم إغلاق هذا الجسر. وأيضا الإذاعة السودانية هي قامت قبل قليل بقطع البث وأعلنت عن وقوع محاولة انقلابية، وأيضا دعت الجماهير للتصدي لها، هذا ما ورد حتى الآن. ولكن الآن ما يحدث محمد، كما هو واضح، أنه التلفزيون السوداني اكتفى ببث أغاني وطنية بعد هذا البيان. نعم، حتى الآن المشهد يبدو ضبابيا. من قام بهذه المحاولة؟ هل تم إحباطها بالكامل؟ هل تم اعتقال كل الأفراد الذين يريدون تنفيذ هذه المحاولة؟ إلى أي جهة يتبعون؟ كل هذه المعلومات، يبدو المشهد ضبابيا حتى الآن، لم تتكشف كل المعلومات المتعلقة بهذا. هل سبق ذلك محمد أي مؤشرات تدل على خلافات عميقة بين جهات معينة قد تؤدي إلى ما يحدث الآن؟
نعم، يعني التوترات يعني في الأيام الماضية كانت موجودة فقط في شرق السودان. الكل كان يتحدث عن أن حالة السيولة الأمنية الموجودة في الخرطوم والموجودة في السودان، الانفلات الأمني، انتشار الجريمة في الخرطوم، مظاهر التفلتات في الخرطوم، كل هذه المظاهر الكل كان يتحدث عن أن هذا المشهد يشي بحدوث شيء ما ربما قد يحدث أو ربما قد يحرك البعض ل يعني محاولة الانقضاض على الديمقراطية في السودان ومسألة الانتقال الديمقراطي في السودان. وبالتالي إن كنت تسألين عن مؤشرات لخلاف بين جهات سياسية هنا في الخرطوم، فهذا لم يحدث بالشكل الذي قد يؤدي إلى محاولة انقلابية يعني هنا في الخرطوم، ولكن نستطيع القول أن هنالك كانت حالة سيولة أمنية، نعم. حالة انفلات أمني، هنالك دعوات من هناك معلومات أيضا تتحدث عن أن محاولة الانقلاب هذه الفاشلة كما يصفه الجيش هي من بعض الأشخاص المنتمين للنظام البائد كما تتحدث بعض المعلومات. أعود بك أحمد إلى ما أعود بك محمد إلى ما يحدث الآن على الأرض. دعنا مرة جديدة ونحن نشاهد معك الصور لانتشار للدبابات في شوارع أم درمان، هذه المنطقة المهمة في الخرطوم. نتابع معك إذن التحركات الحاصلة على الأرض والمعلومات المتوافرة حتى الآن. نعم، المعلومات المتوافرة حتى الآن هنالك انتشار كبير لقوات الجيش في عدد من الشوارع المهمة، في الشوارع التي تقود إلى مبنى القيادة العامة أيضا هنالك انتشار كثيف، هنالك حالة استعداد كبيرة من قبل القوات الأمنية في الشوارع المؤدية إلى مبنى القيادة العامة، هنالك انتشار كثيف للقوات الأمنية ولقوات الجيش في الجسور التي تربط مدينة الخرطوم بأم درمان وأيضا تربط مدينة الخرطوم بالخرطوم بحري. هذا ما نلحظه، وأيضا واحدة من المؤشرات التي ربما يعني تشي بأن هذه المحاولة هي محاولة ربما تكون جادة وكبيرة هو تحرك الدبابات التي كانت تربط أمام مبنى السلاح الطبي بأم درمان. هذا المبنى يقع قبالة البرلمان السوداني، تم تحريك هذه الدبابات من مواقعها وأيضا يعني إغلاق هذا الجسر الرابط ما بين مدينة أم درمان ومدينة الخرطوم. كما ذكرت لك الرؤية الضبابية حتى الآن من هم الشخصيات التي كانت أشرت إلى سلاح المدرعات محمد، ما هو في هذا؟ يعني نحن نتحدث الآن عن مصادر عسكرية تتحدث عن خروج سلاح المدرعات عن السيطرة، ماذا يعني ذلك؟ نعم، طبعا سلاح المدرعات هو يعتبر من أخطر الأسلحة، وتحريك هذا السلاح ربما يشي أيضا ربما مشكلات كبيرة، لأن دائما سلاح المدرعات يتحرك في الأخير عند حدوث أي محاولات انقلابية، دائما ما يتحرك سلاح المدرعات وهو السلاح الأخطر دائما في الانقلابات، تتحرك الدبابات من مرابطها في مدينة الخرطوم. سلاح المدرعات الآن في مدينة الخرطوم يقع على بعد يعني حوالي 10 كيلومترات من وسط الخرطوم في مدينة تسمى مدينة الشجرة بالخرطوم، هو يعني قريب جدا. كما ذكرت لك ربما تبدو الرؤية ضبابية حتى الآن. صحيح، ستبقى معي محمد ولكن أتركك قليلا لتجمع لنا المزيد من المعلومات حول ما يحدث الآن، ولكن ستبقى معنا. وأنتقل إلى الكاتب الصحفي شوقي عبد العظيم. أستاذ شوقي صباح الخير، ماذا يحدث في السودان اليوم تحديدا في الخرطوم؟ هنالك أنباء عن هذه المحاولة، هنالك بيان سيصدر بعد قليل أو خبر سيذاع في الإذاعة القومية حول هذه المسألة. هي مجموعة من الأحداث الآن تتحرك في السودان،
بسبب بعضها يعني يريد أن يشير إلى أن الأوضاع غير آمنة وأن الحكومة هي تعيش أوضاع صعبة، محاولة لخلق أجواء حول هذه المسألة. لكن دعنا نتحدث عما يحدث اليوم بالتحديد، خاصة في ظل هذه الضبابية وتصريحات متضاربة، حينما يكون هناك مصدر عسكري يتحدث عن خروج سلاح المدرعات عن السيطرة، ثم يأتي الناطق باسم مجلس السيادة يقول الأمور تحت السيطرة، ماذا يعني ذلك؟ هي يعني أن هنالك من يريد أن يسرب هذه المعلومات كما قلت لك في الأول، يعني خروج لا توجد خروج معنى السيطرة بالشكل الذي أراد أن يروج له. هذه الدبابة خرجت وفي أمام الكوبري، كوبري مدرمان، الكوبري الذي يربط مدرمان بالخرطوم، الكوبري القديم. نعم. ثم عادت إلى 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 مقرة الكوبري، تم إغلاقه للحظات ثم عاد العمل فيه عادي. كل هذه الكل الآن لما نتحدث معهم يرون الطريق عادي والأمور طبيعية في الشارع. طيب، ولكن لا توجد أحداث في الشارع، لا يوجد شيء في الشارع. ولكن فلذلك أنا أعتقد أن هناك جهات تسعى لهذه المسألة. أها. طيب، ولكن ابقى معي إذا سمحت أستاذ شوقي، أنتقل إلى من الخرطوم مدير مركز الدراسات الدولية والخبير الأمني الفريق حنفي عبد الله. صباح الخير سيادة الفريق، إذن ما الذي يحدث اليوم في الخرطوم؟ من يقف وراء محاولة الانقلاب هذه برأيك؟ شكرا جزيلا. والله بطبيعة الحال يمكن الوضع يعني من ناحية نفسية كثير جدا جدا من يعني الأجواء النفسية هي يعني تؤطر مثل هذه الأحاديث. الآن حسب المعلومات يعني ليس هناك حديث بهذه الصورة الكثيفة، هذا هو يربك الوضع بصورة كبيرة جدا. أنا أعتقد أنه الاستخدام السوشيال ميديا بصورة كثيفة جدا وتوسيع قاعدة انتشار مثل هذه الأحداث حتى لو كانت بتصرفات فردية وما إلى ذلك، يعني بهذا الزخم وهذه الصورة يعني تربك المشهد الأمني والسياسي وتنعكس بصورة كبيرة جدا على. لكن بعيدا عن السوشيال ميديا والشارع الافتراضي، الشارع الآن في السودان هناك تحركات أمنية وعسكرية فيه، وهناك تصريحات تتحدث عن انقلاب. هل كان هناك مؤشرات قبل ذلك تقول بأنه ربما تقود الأمور إلى ما يشهده السودان اليوم؟ نعم، السودان طبعا هذه فترة انتقالية شديدة الحساسية، يمكن ما مرت فترة انتقالية بهذه الصورة التي فيها وضع اقتصادي، وضع إثني متعقد، ومسائل متعلقة مرتبطة بما يحدث في الشرق وما يحدث من التفلتات وما يحدث من الوضع الأمني وما إلى ذلك. كل هذه يعني تؤطر إلى بيئة يعني تشعل مثلا الفتن وتشعل الشائعات وتشعل كذلك مثل هذه الأحداث. أنا حسب المعلومات بأنه هذه كانت تحرك لقوة ولكن تمت عملية السيطرة عليها، والآن حسب قوة ممثلة في ماذا ومحسوبة على من؟ يعني هذه كلها يعني تؤثرها عملية التحقيقات اللي يمكن أن تجري، ولكن لا يمكن أن نقول حديث بدون أن تكون هناك معلومات. فقط يعني هذه حدثت، ومسألة الانقلابات وما إلى ذلك كثر الحديث عنها ونفتها القوات المسلحة أكثر من مرة. يعني يمكن المحاولات الانقلابية الواضحة كانت محاولتان وواحدة منها تحت التحقيقات، لكن أنا أعتقد ما يجري الآن هو يعني تحت السيطرة كما ذكر الناطق الرسمي. ونحن نحاول معك سيادة الفريق أن نفهم ما الذي يجري الآن. الذي يجري الآن هو يعني نوع من ممكن يكون هذا الذي حدث إغلاق الكوبري بهذه المركبات والدبابات، هو مسألة قد تكون مسألة تصرف فردي، قد يكون مسألة انفعال، قد تكون مسألة أخطاء في الإجراءات.
وهذه كلها القوات المسلحة ستقوم بإجراءاتها المعروف بها. لكن أنت تعلم مسيرة الفريق أن نزول مدرعات أو دبابات إلى الشارع يعني الكثير. هذا التحرك على أي أساس جاء؟ وحتى التلفزيون والتصريحات التي تناشد المواطنين أن يحبوا الدفاع عن الثورة، حتى إذا صدقت مسألة إذا كان هناك معلومة الانقلاب العسكري هي حقيقية، قد تكون عملية هذا التحرك قد يكون في هذا الاتجاه، سواء كان إجهاض المحاولة أو تكون من ضمن هذه المحاولة. هذه كلها كما ذكرت تتضح بصورة واضحة جدا بعد أن يتم تبيانها بصورة واضحة جدا، وكل التوقعات متوقعة يعني، لكن الواضح بأنه هذه المسألة انتهت في لحظتها، وبالتالي انتشار الصور هذه المسألة انتهت في لحظتها، لكن هذا يعني بأن هناك محاولة انقلاب كانت تحدث استدعت هذه التحركات من قبل الجيش؟ أولا يعني كما ذكرت قيادة القوات المسلحة أكثر من مرة، الوضع الأمني هو تحت السيطرة، وأنا أعتقد يعني من ناحية واقعية لا يمكن لأي جهة أن تقوم بمحاولة انقلابية، لأنه هذه المحاولات الانقلابية ستعيد البلاد إلى وضعها السابق وأسوأ من ذلك، ستعود مسائل الحصار الاقتصادي والمقاطعة الدولية، لأن المجتمع الدولي لن يرضى هذه المسائل، يرضى المجتمع الدولي استقرار للفترة الانتقالية. نعم. سيادة الفريق. نعم. وبالتالي نعم. هذه المسائل كلها مرفوضة ولأنها تربك الوضع أكثر مما هو الآن. طيب هناك معلومات تتحدث أن محاولة الانقلاب هذه كانت من فلول النظام السابق وإخوان أيضا، لكن أسمع الإجابة على هذه المعلومة التي وردت بعد. ابقى معي إذا سمحت سيادة الفريق، أذهب إلى زميلتي لينا يعقوب هنا في غرفة الأخبار. لينا إليك ومعلومات حول لينا تنضم إلينا عبر الهاتف. لينا صباح الخير، ما هي المعلومات الواردة حتى الآن؟ نعم، المعلومات الواردة حتى الآن أن في الساعة الثالثة صباحا تحركت دبابات وأحاطت بالقيادة العامة، أبلغت الحرس هناك أن هناك توجيهات عليا بتأمين القيادة العامة، بعد ذلك دخل الضباط إلى عدد من وحدات الجيش، تم اكتشاف هذه التسلل وتم إلقاء القبض على عدد من الضباط، لكن حتى اللحظة لم يتمكنوا من السيطرة على سلاح المدرعات. حتى اللحظة سلاح المدرعات هو واحد من الجهات التابعة للجيش السوداني، لم يتم السيطرة عليه حتى هذه اللحظة التي لم يتم السيطرة عليه. من قبل من؟ الجيش؟ من قبل الجيش السوداني. إذا من يسيطر عليه لينا؟ يسيطر عليه الضباط الذين يقومون بهذه المحاولة الانقلابية. طيب تفضلي. عرفنا أنهم بعد أن سيطروا الآن في خلال الساعات الماضية هم تحدثوا عن مطالب، تحدثوا أولا عن أن المجلس العسكري أو المكون العسكري هو أيضا خائن للجيش السوداني، تحدثوا عن الوضع السياسي وطالبوا بإجراء انتخابات. هذه أبرز النقاط التي عرفتها. مرة جديدة، ما هي لينا أبرز هذه النقاط التي يطالب بها من يقومون بمحاولة الانقلاب هذه؟ يتحدثون عن ضرورة تغيير الوضع السياسي، يتحدثون عن خيانة للمكون العسكري داخل الجيش السوداني، يطالبون بإجراء انتخابات في موعدها، انتخابات شفافة ونزيهة. حتى اللحظة تم إلقاء القبض على عدد من الضباط الذين قاموا بهذه المحاولة الانقلابية في وحدات مختلفة مثل وحدات المظلات، هناك أيضا وحدات أخرى تابعة للجيش السوداني، ولكن لم يتم إلقاء القبض على الضباط الذين سيطروا على سلاح المدرعات، هم حتى الآن موجودون هنا. نعم، إذا مرة جديدة نتابع معك كل مجريات الأمور في السودان والمعلومات
الواردة حتى الآن. ابقي معنا لنعود للخبير الأمني الفريق حنفي عبد الله، تعليقك على هذه المعلومات حتى الآن. إذن محاولة من قبل ضباط لهذا الانقلاب والمطالب سردتها زميلتي لنا قبل قليل. طبيعة الحال هذه المسائل ظلت تتكرر يعني بصورة واضحة جدا، ولكن في اعتقادي يعني مثل هذه المحاولات إذا لم تتم عملية التواصل مع كافة الجهات العسكرية الموجودة سواء كانت في العاصمة أو في الولايات لا يمكن أن يكون لها النجاح الواضح. أنا كما ذكرت لك يمكن عملية خروج الدبابات في كوبري القوات المسلحه كوبري ام درمان في السلاح الطبي هذه هي قد تكون يعني اما تكون متضامنه مع المحاوله الانقلابيه او لردع هذه المحاوله. انا اعتقد كما ذكرت المراسله هي المساله في بداياتها ومسألة يعني لم تكتمل حتى وإن كانت في البدايات، ولكن ما معناها ومغزاها خاصة مع وجود سلاح المدرعات حتى الآن بسيطرة تحت سيطرة من يقومون بمحاولة الانقلاب هذه، ولدى سلاح المدرعات تاريخ في السودان يتعلق بالانقلابات. نعم. لو تعرفنا عليه. نعم كانت في السابق كان يعني هناك دور كبير جدا لسلاح المدرعات في عمليات المحاولات الانقلابية، وبالتالي عندما تسيطر على سلاح المدرعات تسيطر على الوضع في القوات المسلحة. الآن هذه الصورة تغيرت تماما، هناك ترتيبات أخرى تمت بحيث لا تكون هناك السيطرة الكاملة من خلال المدرعات. المدرعات موجودة في عدة قيادات منتشرة في العاصمة وفي حتى في القوات الموجودة في خارج الخرطوم، وبالتالي عملية انه تكون المدرعات فقط في سلاح المدرعات في منطقه الشجره هذه تغيرت تماما، وبالتالي حتى هناك اجراءات امنيه تحول دون ان تكون السيطره الكليه. طيب ألا ترى أنه من السابق لأوانه هذه التصريحات التي تتحدث عن أنه محاولة الانقلاب فاشلة وأن الأمور تحت السيطرة، خاصة في ظل عدم السيطرة مرة جديدة على سلاح المدرعات الذي يبقى في يد من يحاول هذه المحاولة الانقلابية، هذه العملية الانقلابية؟ طبعا إذا لم تستطع أن تسيطر على القيادة العامة معناتها محاولة غير مكتملة الأركان، وبالتالي هناك يعني عدة مناطق عسكرية، هناك المنطقة المركزية في وسط الخرطوم، هناك المناطق المحيطة بالخارج العاصمة، هناك القيادة العامة وما بها وما إليها، وكذلك القوات الأخرى، وبالتالي ليست هذه المحاولة الانقلابية أو الانقلاب مكتمل الأركان إلا إذا تمت السيطرة التامة وتم الإعلان عنها بصورة واضحة جدا وتم إغلاق الطرق وما إلى ذلك، وهذا لا يحدث الآن. الشارع طبيعي، كل المعابر بين العاصمة أركان العاصمة المثلثة طبيعية، القيادة العامة ليس بها مثل هذه المسألة وليس هناك. لكن يبقى سلاح المدرعات ليس تحت السيطرة، وكما قلت حضرتك أنه في تاريخ السودان من لا يسيطر على سلاح المدرعات لا يسيطر على القوات المسلحة، أو من يسيطر على سلاح المدرعات هو من يسيطر على القوات المسلحة. كان هذا في السابق كما ذكرت لك، كانت كل المدرعات ومركزيا في سلاح المدرعات، وبالتالي حصلت تغييرات كبيرة جدا وإجراءات تم بموجبها نشر هذه المدرعات في عديد من القيادات العسكرية الموجودة في العاصمة وخارج العاصمة حتى في الولايات، وبالتالي يعني عملية سيطرة أي محاولة انقلابية تسيطر على سلاح المدرعات هذا ليس معناه أنه هذه المحاولة الانقلابية نجحت. وأنا الآن أعتقد بأنه هذه المسألة يعني ستكون يعني بالسرعة المطلوبة. هل نتوقع أي بيان رسمي؟ لكن قبل ذلك ابقى معي إذا سمحت، سأذهب إلى زميلتي مي المهندس هنا في غرفة الأخبار لتطلعنا على ما تحصلت عليه من معلومات حول محاولة الانقلاب
التي تحدث في السودان اليوم، ووصفت من قبل الجيش بأنها محاولة انقلاب فاشلة تم السيطرة عليها. إذن مي إليك. نعم ضحى، طبعا هناك العديد من الأخبار التي تردنا الآن من العاصمة الخرطوم حول هذه المحاولة. نعم. محاولة الانقلاب التي وصفت بالفاشلة. فقط دعينا نذكر بتسلسل الأحداث، فحسب المعلومات التي وردت بداية عن التلفزيون السوداني عن محاولة الانقلاب التي وصفت بالفاشلة كما أسلفنا، بحسب مصادر عسكرية للعربية والحدث أنه هناك عدد من الضباط سيطروا على سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني بقيادة اللواء عبد الباقي بكراوي. كما أكدت أيضا المعلومات التي وردتنا أن المحاولة الانقلابية تتم السيطرة عليها حاليا. مصدر عسكري أيضا أكد أن هناك تحركات لدبابات قرب جسر أم درمان، وأيضا تم السيطرة عليها بحسب المصادر. هذه الدبابات مشاهدين تتحرك الآن من أمام السلاح الطبي وتغلق الطريق نحو كوبري أم درمان القديم جوار مقر البرلمان، مع انتشار كثيف لقوات عسكرية في المنطقة كما تردنا الصور من العاصمة الخرطوم. أيضا بحسب مصادر الحدث، فإن المحاولة الانقلابية قامت بها مجموعة من النظام البائت في محاولة لاستغلال الأوضاع الحالية. هناك أيضا مصادر أخرى قالت إن سلاح المدرعات في هذه اللحظات هو خارج عن السيطرة، وهناك أيضا تحرك لقوة محدودة تتم السيطرة عليها. إذن هناك تضارب للمعلومات حول هذا الانقلاب، البعض يصفه بالفاشل، البعض الآخر يقول أنه هناك سيطرة حتى اللحظة من قبل هذه المجموعة. لا معلومات حتى اللحظة عن عدد المجموعة التي سيطرت بالفعل على سلاح المدرعات. ربما من المبكر معرفة كل هذه المعلومات ضحى. نحن نتابع الوضع عبر المراسلين وعبر الضيوف، ومعك أيضا من العاصمة الخرطوم. ونحن نتابع معك كل جديد مي، ربما نعود إليك أيضا لاحقا لمعرفة ما تحصلت عليه من معلومات أخرى. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. إذن أعود مرة جديدة للخبير الأمني والفريق حنفي عبد الله، أهلا بك معنا من جديد. إذن نحن نتحدث عن مشهد ضبابي في الخرطوم، معلومات متضاربة ما بين أنه تمت السيطرة على محاولة الانقلاب في السودان وأنها محاولة فاشلة، وبين معلومات تتحدث عن أن سلاح المدرعات حتى الآن لا يسيطر عليه الجيش، وبالتالي ما الذي نفهمه من هذا المشهد اليوم في السودان؟ وإذا ما كانت فعلا كما تقول التصريحات الرسمية بأن مجموعة صغيرة كانت تقوم بمحاولة الانقلاب هذه وفشلت، لماذا استدعى الأمر كل هذا التحرك من الجيش على الأرض؟ أيضا التلفزيون الرسمي السوداني لا ينقل إلا أغاني وطنية حتى الآن، ما الذي نفهمه من هذا المشهد؟ كما ذكرت لك يعني يمكن المحاولة الانقلابية هي محاولة لاستغلال الوضع الناوي الآن، يعني بعيدا عن الاستقرار السياسي، استقرار اقتصادي، البيئة المتشرذمة بانعكاسات قضايا شرق السودان. وبالتالي يعني دائما أي محاولة انقلابية يعني لابد أن تستفيد من البيئة المواتية، وأنا أعتقد من خلال المعلومات الشحيحة الآن أن هذه المحاولة هي تحضيراتها غير متكاملة، أو يعني بدليل أنه أي محاولة انقلابية معولات النجاح فيها. طيب أتابع معك أيضا الأخبار العاجلة التي تتحدث نقلا عن مصادرنا عن إحباط محاولات الانقلابيين في السيطرة على مبنى الإذاعة. إذن إحباط محاولات الانقلابيين في السيطرة على مبنى الإذاعة، أعود إليك حول تحليل أمني لما يحدث الآن، هل يمكن فعلا القول بأنه فشلت المحاولة الانقلابية حتى مع عدم السيطرة على سلاح المدرعات في السودان؟ نعم، كما ذكرت أنه أي محاولة انقلابية لكي تكون لها كل مقومات النجاح
عملية التنسيق الكبيرة والكاملة مع كل الجهات العسكرية المؤثرة، سواء كانت القيادات في داخل الخرطوم أو القيادات الموجودة متمركزة خارج الخرطوم. ومعلوم بأنه هناك يعني معروف أنه قيادات مؤثرة سواء كانت في كردفان، سواء كانت في شرق السودان، سواء كانت في المدني، سواء كانت في الدمازين، هناك يعني تمركز واضح جدا. وبالتالي لابد أن تكون هناك العملية التنسيقية ومع القيادات المؤثرة ومع مركزية المنطقة المركزية في الخرطوم وكذلك حتى في القيادة العامة. وبالتالي طبعا المعلومات الآن يعني تتضح تباعا، يعني هناك نقلا عن مراسلة الحدث اللواء في الجيش لم تتضح ميوله السياسية وراء محاولة الانقلاب. سيادة الفريق، أعود إليك في التعليق على هذه المعلومة. نعم، المسألة هذه تتضح بالتحقيقات، ودائما طبعا دائما وأبدا يمكن في تاريخ الانقلابات العسكرية السودانية هناك جانب ذراع سياسي يعني يساند هذه المحاولات الانقلابية. طيب، لكن أنت تعلم بأنه تم إلقاء القبض أو اعتقال العشرات من الضباط من عدة أسلحة أو عدة قطاعات أمنية وعسكرية، هل يعني ذلك بأن الحكومة والمجلس العسكري والمجلس الانتقالي كان لديهم معلومات حول أسماء بعينها؟ الاستخبارات العسكرية تقوم بعمليات التحوطية وعمليات المتابعة لمثل هذه الأحداث، ويمكن في بعض الأحيان قد لا تتمكن الاستخبارات العسكرية من الوصول للمعلومات لعملية السرية التي يعني تمارس في هذه الترتيبات أو وما إلى ذلك. لكن يعني في هذه المحاولات الانقلابية بطبيعة يكون الاتصال بعدد وافر من هذه العناصر التي تشارك في المحاولة الانقلابية استمالتها، سواء كانت اجتماعات وما إلى ذلك. ولكن من خلال يعني المعلومات التي رشحت بأن هناك فقط سيطرة على المدرعات، سلاح المدرعات، وليس هناك يعني حتى وجود كان لديهم يعني أزرع في داخل القيادة العامة. وبالتالي هذه المسألة تقود إلى أنه عدم وجود اتساع واضح للمشاركين، أو قد تكون بعض الجهات التي شاركوا فيها لم تكن الترتيبات مكتملة، وحتى القيادات خارج العاصمة، الفرق المعروفة، الفرق الموجودة في الأبيض وفي واد مدني وفي بور السودان وفي الدمازين، هذه كلها كما هي لم تتم الإشارة إليها. وبالتالي هذه تقود بأنه لم تكن كاملة الأركان، وبالتالي عملية السيطرة وإفشالها لا تأخذ وقتا كبيرا. وبالتالي هذه عملية يعني أنا ممكن أصفها بأنها عملية فطيرة ولم ترتب لها، وهذه يعني استفادة من البيئة المواتية. ونأمل أنه البلاد يعني لا تشهد مثل هذه المحاولات، لأن لا حاجة لأنه تعود البلاد إلى عملية عدم الاستقرار وتزيد الأمر اشتعالا لما هو موجود الآن، وضع أمني مرتبك وما يحدث في شرق السودان مؤثر وقفل الطرق وما إلى ذلك. صحيح، هذه كلها لا تفيد الفترة الانتقالية. نعم، ابقى معنا. تحتاج إلى أن تكون هناك عملية استقرار، وبالتالي المجتمع الدولي يراقب هذه الأحداث، ولا نود أن نعود إلى. ابقى معنا إذا سمحت سيادة الفريق. نعم، أعود إليك مرة جديدة. مشاهدينا، متحدث باسم مجلس السيادة يقول محاولة الانقلاب تم احتواؤها والوضع تحت السيطرة. أيضا هناك مصادر تتحدث عن أن الجيش يحاصر سلاح المدرعات بعد المحاولة الفاشلة. أيضا مشاهدينا، في أي لحظة نحن نترقب بيان للجيش السوداني. وأيضا هناك معلومات تتحدث عن أن الجيش يحاول تجنب استخدام القوة ضد الانقلابيين. إذن
استجواب أيضا. متحدث باسم مجلس السيادة يتحدث عن استجواب المشتبه بهم في محاولة انقلاب سيبدأ بعد قليل. طبعا كنا نقلنا لكم مشاهدينا أنه جرى عملية اعتقال للعشرات ممن يقول الجيش بأنهم يقفون وراء محاولة الانقلاب الذي يصفها الجيش بأنها محاولة انقلاب فاشلة. هناك أيضا مشاهدين بيان مرتقب للجيش السوداني بعد قليل حول محاولة الانقلاب الفاشلة. وحتى الآن يبقى التلفزيون الرسمي السوداني بعد تصريحات مقتضبة يبث فقط الأغاني الوطنية. أذهب للصحفي خالد الفكي الكاتب والصحفي خالد الفكي، أهلا بك معنا. إذن كيف تراقبون وتتابعون ما يحدث اليوم في العاصمة الخرطوم؟ نعم، يعني أعتقد أن ما جرى اليوم هو كانت هناك مؤشرات لحدوثه من خلال الأنباء التي تحدثت خلال الأسبوع الماضي عن تهيئة المسرح لعمل انقلابي لإجهاض الفترة الانتقالية، وكما تم تداول ذلك في عدد من المواقع الإسفيرية. وربما المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء ياسر عرمان رد على هذه المزاعم وقال أنه يصعب ويستحيل وقوع أي عملية انقلابية في هذا الوقت بالتحديد، وشدد وأشار على أن إرادة الجماهير السودانية قادرة على كبح جماح أي محاولة للانقلاب وإجهاض مسار التحول الديمقراطي وثورة ديسمبر. فبالتالي على حسب أستاذ خالد، أنت أشرت إلى مؤشرات يعني كانت يمكن أن تقود إلى ما يحدث الآن، مؤشرات مثل ماذا؟ يعني السيولة الأمنية التي يتحدث عنها الكل في السودان، الانفلاتات داخل الخرطوم، التعديات التي وصلت إلى المنازل، أيضا قطع الطرق، ويعني التغافل من قبل الأجهزة الرسمية لما يمكن أن يهدد السلام العامة ويضع سيادة الدولة في المحك، ويعني يفقد الدولة هيبتها، يعني الدولة لها أجهزتها الأمنية والعسكرية التي تقوم بمهام حفظ الأمن، ولكن يعني في الفترة الماضية ظلت هناك شكاوي كبيرة واسعة من قبل المواطنين في الخرطوم وخارج الخرطوم من تعديات واضحة وعمل منظم وممنهج لإحداث ربكة أمنية. البعض يفسر أن هذا الأمر ربما يعني هو مخطط من قبل جهات لم يعني يتم تسميتها، ولكن تشير الى يعني تهيئه العمل والمسرح السياسي لعمل ما. فبالتالي اعتقد ايضا ان التشاكس وحاله الاحتقان بين مكونات الحريه والتغيير هي احد العوامل التي يمكن ان تفضي الى مثل هذه الامور وتشجع اخرين على الانقلاب. وربما يعني استاذ خالد، انا اريد ان اسالك لانه كان هناك ايضا كما تعلم محمد الفكي صرح بان عناصر النظام البائد هم الآن يهددون الفترة الانتقالية من خلال تحركات واضحة وباينة، فهذه كلها مؤشرات تدلل على مثل هذا الفعل الذي هو الآن يعني أُشهد من خلال ما تم تأكيده من مجلس السيادة واستجواب مشتبه بهم وملاحقة البعض. نعم، حينما تكون هناك تصريحات رسمية عرضت على التلفزيون الرسمي السوداني تسأل الناس أو تطلب منهم أن يهبوا للدفاع عن ثورتهم، ماذا يعني ذلك وما الذي كان متوقع من الشارع في السودان؟ نعم، هذا ما شدت إليه تماما. عندما تعلن الجهات الرسمية على أن الشعب هو الذي يعني يهب، هذا ما شدت إليه ياسر عرمان خلال مقال كتبه قبل 72 ساعة بأن الشعب السوداني قادر على رد أي محاولات لانقلاب على الثورة، ويعني محاولة استعادة ساعات عقارب السعي إلى الوراء. فبالتالي الآن أعتقد
أعتقد أن الشعب السوداني في هذه اللحظة سيكون حريص، والجماهير التي انقلبت على البشير ستكون هي الأحرص على قطع الطريق أمام أي محاولات للانقلاب على الحكم المدني والديمقراطية. فبالتالي أعتقد أن يعني عندما يقول التلفزيون الرسمي وهو الناطق الرسمي باسم الحكومة ويدعو الجماهير لهذا الأمر يؤكد أن هذه المحاولة الانقلابية هي صحيحة، وأن الآن الأمر بيد الجماهير. هناك فقدان في الثقة بين مؤسسات الدولة على الأقل نقول الرسمية.